السلام عليكم. اليوم راح نشرح كيف تفرق بين المدخل الصغير والمدخل الكبير لمعرفة الشاحن الصحيح لسكوترك أو المدخل الصحيح لسكوترك. طبعا الشرح مقدم من الوكيل الألعاب، وهدف المقطع للفائدة وكيف تعرف مدخل الشاحن، وإن شاء الله حنعرف بالمقطع هذا. طبعا عندنا هنا المدخل الكبير، إيش تميز المدخل الكبير؟ في السنون مدبدبة وفيها خط في النص زي ما هو واضح في الكاميرا، الخط اللي هو في نص السنون، عكس المدخل الصغير اللي يجيك بدون خط وسنونه نحيلة وسنونه جدا نحيلة وبدون خط. عندك هنا المدخل الكبير سنونه واضحة مدبدبة وفيها اللهم صل على محمد الخط اللي في النص. طبعا كيف حنتأكد؟ طبعا الطريقة هذه مو جميع مداخل الشاحن سكوترات تيجي عليها خط في النص يكون المدخل كبير، بس اللي بنسبة 95%. كيف نتأكد؟ نتأكد في القياس. عندك هنا تجيب المسطرة تحطها على الدائرة وتجرب، تقريبا واضح ان 14 ملي او سنتي ونص، هذا للمدخل الكبير. المدخل الصغير تقريبا 9-10 ملي، 9 ملي او 1 سنتي، هذا للمدخل الصغير. الحين كيف نعرف؟ إذا عندك المدخل الشاحن الكبير والمدخل الشاحن الكبير تجيك سنونه مدبدبة عليها خط في النص زي ما هو واضح، أو المدخل الصغير تجيك سنونه نحيلة بدون خط اللي في النص. وإذا كان بالمقاس، المقاس هنا 14 ملي، هنا 9 إلى 10 ملي.